نتكلموا عاوتاني على 14 فبراير، على ما يسمى بعيد الحب. يا شباب، هذا نداء، هذه رسالة للشاب المسلم والشاب المسلمة. لما كنقولوا إنسان مسلم يعني المرجعية ديالو إسلامية، يعني المرجعية ديالو قال الله عز وجل، قال نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة خصها تكون واضحة. لما نقولوا إنسان مسلم المرجعية ديالو إسلامية. ما يسمى بعيد الحب هذا عيد روماني جاهلي احتفل به الرومان حتى بعد دخولهم في النصرانية. إذن هذا أمر جد مهم خصنا نعرفه. مسألة اللي جد مهمة شنو هي؟ أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك اللي الله عز وجل قال عنها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عيد دخل عليه الصديق رضي الله تعالى عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وما عندهم أعياد يديروا داكشي اللي بغاو، حنا عندنا أعياد ديالنا، عندنا عيد الأضحى وعندنا عيد الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كلكم حافظين الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. واش تبغي تكون منهم ولا تبغي تكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا الله يجزيكم بخير، هذه المسألة خصنا مابقوش نتكلموا فيها. علاش؟ لأن المسألة راه واضحة، هذا ليس عيد من أعياد المسلمين، هذا عيد روماني جاهلي اللي كانوا يدعون فيه إلى الفاحشة، إلى المنكر والعياذ بالله. والإنسان المسلم بطبعه يدعو إلى أحسن وإلى أسمى الأخلاق. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.